بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقة مشروع ستطبع أوراقه في أول عدد من مجلة أو قاموس مجلة جاك. أقرأ لكم: يا رئيس التحرير، ماذا ما لنا ومال ميدان التحرير، ولا كلام يمر ولا تمرير، إليك مشروع هاشتاج 200 بكا بالإنجليزي 200 BKA بكا. هو 200 بسطة كاس عالم عايد على الاستثمار 100% سنويا. كيف المشروع يتكون؟ أمامكم، نقرأ بالعربي وبالإنجليزي، لا أريد أن أكرر، أترك لكم القراءة. وسينطلق المشروع بإذن الله بين العيدين في 1443. وطريقة مساهمة المجتمع أو السوق ليكون سوق العرب، وأيضا الموقع سيكون بين السعودية، مدخل قطر البري اللي هي سلوى والدوحة، على جانب الطريق في الذهاب والإياب. ستكون هناك 200 بسطة وحجم كل بسطة أو مظلة لها 200 متر، مظلة طاقة شمسية 200 متر مربع لكل بسطة. إذن المشروع سيعتمد على الطاقة الشمسية، ولا يكون هناك تمديدات كهرباء ولا تلوث بيئة، يعني حتى لو أتينا بأجهزة لإنتاج الطاقة ستكون الطاقة النظيفة التي لا تلوث الجو. يعني ممكن هناك أجهزة بتعمل بالغاز الطبيعي وليس الغاز المنتج من البترول، ليس غاز بترول، الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر، أو يكون كل شيء بالطاقة الشمسية. طبعا لن يستخدم البلاستيك في البسطات، لا في يعني في مبيعات، لا يسمح بمبيعات البلاستيك. كل بسطة لها مستودعات، مستودع المنتجات، وأهم البسطات منتجات الغذاء الطبيعي والماء الطبيعي اللي هو ماء الأثير. نتمنى أن تبادروا بشراء كراسة الاستثمار، وشكراً.